السلام عليكم ورحمة الله. إن أعجبكم الفيديو فسجلوا لنا إعجابا واشتراكا في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، وبارك الله فيكم. متابعينا الكرام ومتابعين جلسة 24، كيف ما كنشوفوا المسيرة الاحتجاجية الآن اللي كيف ما كنشوفوا قابينة شبالات قابينة الرياض بالضبط حي الرياض. كنشوفوا انزال امني مكثف الان باش يتم فض هذه المسيره الاحتجاجيه. لتذكير المتابعين الكرام، كنا يعني على مباشر من قبل في الوقفه الاحتجاجيه اللي كانت امام بحر رياض امام مديريه القرويه للشؤون القرويه. خليك تشرح، خليك تزيد يا زيد. صافي تعيري، أنا تعيري يا أمي، بعيش يا أمي، بعيش يا الوالدين، حقي وعاش الملك. كما قال شي متابعينا الكرام، المسيرة الاحتجاجية الآن من بعد ما كانت وقفة احتجاجية أمام وزارة الشؤون القروية بحي الرياض. الأمن دخل لفض هذه المسيره الاحتجاجيه ولتامين السير لهذا المكان اللي كنعرفوا انه فيه الاكتظاظ اكثر. متابعينا الكرام من مدينه الرباط وبالضبط حي الرياض مقاطعه حي الرياض، هادو الناس ديال جيش الودايه قبيلة الشبانات. الدراري باش يمشيو عندك
متتابعينا الكرام متابعين جريدة 24 الآن مسيرة احتجاجية كيف ما شفنا أنه تم الفض ديالها من طرف رجال الأمن والقوات المساعدة، وكيف ما كنشوفوا الآن الموضوع اللي هو أنه هاد العائلة وهاد الناس هادو كيطالبوا بالتعويض ديالهم لأنه واكبنا الموضوع ديالهم من أول الوقفات اللي كيتم تنظيمها بطريق السيارة وأمام المديرية الشؤون القروية، ورجال الأمن الآن حاضرين بقوة اللي فض هاد المسيرة الاحتجاجية. الناس هادو نوضح للمتابعين الكرام اللي التحقوا دابا على المباشر، هاد الناس هادو اللي كان عندهم اراضيهم هنايا في حي الرياض على حساب ما صرحوا لنا قبل ايام وقبل شهور على المباشر، انه هاد الناس هادو كيطالبوا بالتعويض ديالهم لم يتم تعويضهم في الاراضي ديالهم. الآن يتم فض هذه المسيرة الاحتجاجية. متابعينا الكرام متابعين جريدة 24 الآن من حي الرياض مقاطعة حي الرياض، كما شفنا الآن هذه المسيرة الاحتجاجية قبل ساعة كانت وقفة أمام المديرية الشؤون القروية مقاطعة حي الرياض، كما كنشوفوا فضت الوقفة الاحتجاجية والمسيرة الاحتجاجية اللي كانت مستمرة قبل قليل على المباشر.